حلقتنا النهاردة مع نجمة كبيرة جداً. الناس لقبوها، النقاد لقبوها، المخرجين لقبوها بنفرتيتي السينما المصرية. أنا عمري ما تخيلت نفسي في أي شغلانة تانية غير إن أنا ممثلة. من أول ما اشتغلتي وانتي متمكنة أوي. أنا عمري ما هشوف نفسي كويسة، أنا لو شفت نفسي رائعة وكويسة أروح أقعد في بيتنا. كنت خايفة جداً من الدور ده، لأن هو شعرة ما بين الناس تحبه وما بين الناس تكره الشخصية دي.